المعادن. تفضلي يا عائشة، هذه هدية نجاحك. ما أجمله من خاتم، شكرا لك يا أمي. عفوا يا صغيرتي. لقد سمعت أن الزكاة تجب في الذهب، فهل هذا صحيح؟ نعم، وتسمى زكاة الأثمان، وهو ما يستخرج من الأرض وتم تنقيته. وماذا إذا لم يتم تنقيته؟ حينها يسمى زكاة المعادن، وهي ما يستخرج من الأرض وهو في حالة الخام قبل تنقيته، أي في حالته الطبيعية، سواء ذهب أم فضة أم غيره من المعادن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. فهمت. إذن كل ما خرج من الأرض وليس تراباً ولا نباتاً فهو من المعادن، ولكن متى يجب إخراج زكاة المعادن؟ يجب إخراج زكاة المعادن من حين الحصول عليها، فلا يشترط لها مرور حول، أي عام هجري. أستنتج من هذا أنه متى ملك الإنسان المعادن أخرج زكاتها مباشرةً. بالفعل. مهما بلغ حجمها؟ لا، فلا بد أن تبلغ المعادن النصاب حتى نخرج زكاتها، ونصابها هو 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، وزكاتها عندئذ ربع العشر، أي 2.5%. وماذا عن عقد اللؤلؤ الذي تمتلكينه؟ إنه ليس مستخرجاً من باطن الأرض، وإنما استخرج من البحر، فهل تجب فيه الزكاة؟ سأخبرك. كل ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والأسماك لا زكاة فيه، سواء قذفه البحر أو استخرجه الإنسان. وماذا إن كان ما يستخرج من البحر للتجارة؟ إن كان ما يستخرج من البحر للتجارة فهو عروض تجارة، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فزكاته ربع العشر 2.5%، ويسمى في هذه الحالة زكاة الخارج من البحر. جزاك الله خيراً يا أمي على هذا الخاتم الجميل، فقد كان سبباً في معرفتي بالكثير من المعلومات القيمة. وجزاك يا ابنتي. والآن لخصي ما تعلمته اليوم. خلاصة ما تعلمناه اليوم: المعادن هي ما يستخرج من الأرض من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والجواهر. يجب إخراج زكاة المعادن من حين الحصول عليها إذا بلغت النصاب، ومقدار زكاتها ربع العشر 2.5%. زكاة الخارج من البحر: كل ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والأسماك لا زكاة فيه، أما ما يستخرج من البحر للتجارة فهو عروض تجارة، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فمقدار زكاته ربع العشر 2.5%.